أهلا بكم. تعود بداية دور القرآن في المغرب إلى سنة 1976 في مدينة مراكش. أسس رجل اسمه محمد بن عبد الرحمن المغراوي جمعية سماها جمعية الدعوة إلى الكتاب والسنة، ووضع لها أهدافا تتمثل في العناية بالقرآن الكريم وتحفيظه وإعادة الاعتبار إلى السنة النبوية. بعد 35 سنة وصل عدد دور القرآن في المغرب إلى 67 تكاد تغطي كافة المدن والأقاليم، كل جمعية منها تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لكنها تتوحد في الرؤية والأهداف والوسائل مع الجمعية الأم في مدينة مراكش. تشتغل جمعيات دور القرآن في إطار قانون الجمعيات، حيث تشرف على تسييرها جمعيات مدنية. وحسب وثيقة داخلية لإحدى دور القرآن، فإن من أبرز أهداف هذه الدور العناية بالقرآن الكريم حفظا وترتيلا وتفسيرا، العناية بالسنة النبوية وحفظ متونها، التعريف بالسلف الصالح والاقتداء بهم، نشر عقيدة التوحيد وتنقيتها مما علق بها من المخالفات والانحرافات، وتربية الأمة على التحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن مساوئها، والاهتمام باللغة العربية والعناية بها ونشر علومها والرفع من مكانتها. جمعية الدعوة إلى الكتاب والسنة في مراكش كان يتراوح عدد زوارها قبل أن يأتي قرار الإغلاق ما بين 450 و500 زائر بشكل يومي، ويتخرج منها أكثر من 70 طالبا ينجحون في ختم القرآن الكريم بشكل سنوي، ويستفيد من برامج محو الأمية بالدار ما يقارب 250 شخصا. فيما يخص النساء، فعدد المستفيدات من دور القرآن في مدينة مراكش لوحدها يصل إلى 3400 امرأة سنويا، 20 منهن فقط استطعنا ختم القرآن الكريم في موسم واحد، فيما استطاع 1000 منهن حفظ أكثر من نصف القرآن. أما صغار المترددين على الدار فيشمل 730 طفلا وطفلة. استمر الحال في هذه الدور على هذا النحو إلى غاية يوم 27 من رمضان سنة 1429 للهجرة، حيث توصل القائمون على دور القرآن في المغرب بقرار شفوي يحظر عليهم العمل بعد فتوى مثيرة للجدل للشيخ المغراوي. ومنذ ذلك الحين والدور مقفلة في وجه روادها، إلى أن تم إبلاغ القائمين على 4 دور بقرار السماح لهم بالاشتغال، وشمل القرار مدن فاس وخنيفرة ووجدة وفرعا واحدا لجمعية القاضي عياض لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة سلا. تنسيقية دور القرآن في المغرب استقبلت القرار بارتياح كبير، لكنها استمرت في مناشدة السلطات لإعادة فتح ما تبقى من دور القرآن التي ما تزال أبوابها مقفلة منذ 3 سنوات. كانت حياته إجراما وتجارة في المخدرات، إلى أن هداه الله إلى طريق الصواب كما يقول، على يد بعض الشباب المنتمين إلى إحدى دور القرآن المنتشرة في مدينة مراكش. كنت أنا تنبيع محيا تنبيع حشيش تناكل الفاني، كنت نديرها 16 ما تنتسوق الله من الله ولا من العبد. الحمد لله درت واحد بها وشريه تنبيع ونجري، تيجيو الناس تيرمو ليا، جيو الاخوان تيرمو ليا هذا كل يما كنطلو دوما ضعف نطوطه، ولاو هما وراوني كيف ندير، وقفوا معايا وتوني لدار القران، كنطلع القران حدانا توني ليها، تنتصنت شوي بشوي، توفض الله الحمد لله. حالة مصطفى دليل حسب القائمين على دور القرآن على الدور الدعوي والتنويري الذي تقوم به هذه الدور. قبل أن يأتي قرار إغلاق هذه الدور ذات يوم جمعة صادف يوم 27 من شهر رمضان سنة 2008. في ذلك اليوم توصل القائمون على دور القرآن في المغرب والبالغ عددها 76 بقرار شفوي يحظر عليها العمل، بعد الضجة الإعلامية التي خلفتها ما سمته عدد من المنابر الإعلامية فتوى للشيخ محمد المغراوي. فهم منها ما يفيد أنه أجاز زواج بنت التسع، لكن مقربين منه أكدوا أن في الأمر بترا للفتوى من سياقها بأهداف وصفوها بالمغرضة. ما في جدائر الافتعالات، ما في لا ظروف ولا عيد، هذا يخربت كله. أنا ما قلت شيء، أنا تنقول لك ما حدد سن للزواج، هو اللي سالي من الحق أن أحدد سنا، أنا ما قلت لا 9 ولا 10، وإنما مثلت بأم المؤمنين التي تزوج خطبها الرسول في 7 ودخل بها بنت 9، ما قلت أكثر من هذا، وقلت ربما بنت 9 بناء على أم المؤمنين التي يعني نبغت ونضجت يمكن يكون فيها من الكمال والكفاءة، أنا ما حددت سن أبدا. بعد الحادث انبرت عدد من الأصوات لتدعو إلى إغلاق دور القرآن،
باعتبارها محكومة بتيار وصفوه بالسلفي لا يقبل الحلول الوسط وبوجوب إخضاع ما تلقنه لطلبتها للإشراف الرسمي. دور القرآن من جهتها أكدت أن مناهجها وضعت بالتنسيق مع الجهات الرسمية الوصية، وأن الضجة التي أعقبت الفتوى كان الغرض من ورائها إغلاق دور القرآن لأهداف لا تخفى على الكل. للإشارة فإن المنهاج التعليمي الشرعي الذي يمارس بدار القرآن الكريم قد صدق عليه من طرف وزارة الأوقاف ممتلة في المجلس العلمي لمدينة مراكش، وهذه يعني وثيقة يعني فيها برنامجنا يعني والمد المقرر الشرعي العلمي، وعليها يعني توقيع المجلس العلمي إمضاء محمد البراوي اللي هو رئيس المجلس العلمي. وتوجه عدد من الانتقادات إلى جمعيات دور القرآن، وترتكز في مجملها على مصادر تمويلها وإمكانية استقبال أموال من الخارج لدعم أنشطتها الجمعوية. تعتمد بالأساس على تبرعات المحسنين، والمصدر الثاني وهو يعني انخراطات يعني المساهمات المنخرطين في الجمعية، وغالب يعني المدرسين هم متطوعون بالأساس فلا يحتاجون إلى منح وإلى دعم. خلاف هذا المصدرين يعني بالنسبة للدولة يعني لا نتلقى أي دعم على الأسف الشديد. لكن حبل الود سرعان ما عاد ليتصل بين دور القرآن وأجهزة الدولة، حيث سمحت الدولة لأربع دور للقرآن بإعادة فتح أبوابها وممارسة أنشطتها، فيما تستمر مناشدة جمعيات دور القرآن لفتح ما تبقى من هذه الدور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. اسمه علي، يقول إنه تمكن من حفظ القرآن كاملا وهو لم يتجاوز ربيعه الثامن. الطفل علي بدران خريج إحدى دور القرآن بمراكش، الأول على الصعيد الوطني في المستوى السادس الابتدائي. أنا اسمي علي بدران في المستوى السادس ابتدائي من لدي 5 سنين، وأنا كمواظب على الحضور لدار القرآن حتى حفظت القرآن فضل الكريم المنان والبرنامج اليومي نتاعي. وفاش تنجي من المدرسة تنقعد واحد شوية راحة وتنشاهد التلفاز وعاد تنمشي لدار القرآن ساعتين تقريبا، وتنجي وتنمشي للدار وتنجز التمارين تاعي وهاد المواظبة على الحضور لدار القرآن ما شكلتش ليا عائق اللي منعني من التفوق في الدراسة نتاعتي، بحيث حصلت على المرتبة الأولى على الصعيد الوطني بنقطة 10/10 في المستوى السادس ابتدائي. أبو الطفل النابغة يرجع السر في نبوغ ابنه إلى التنظيم، فكل نشاط يومي بحساب. لكن هذا لا يعني حسب الوالد التزمت في تربية الأبناء، فابنه وإن كان حاملا لكتاب الله لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون معزولا عن ما اعتاد عليه عامة الناس. علي بدران يعيش حياته عادية كجميع الأطفال، بحيث أنه تلعب كيف يلعبوا الأطفال، تشاهد التلفاز، تشاهد الأطفال، تخرج يلعب، تمشي للمسباح، يعني تعيش حياته عادية. ماشي يعني أن حفظ القرآن أو الاتصال ديالو بدور القرآن والمواظبة على دور القرآن تشكل ليه شي عائق، أو أنه كاين غلق في واحد الحياة اللي ماشي طبيعية، أو أنه بعيد على الحياة اللي تعيشه الأطفال الآخرين. كونه خريجا لإحدى دور القرآن يعني أنه يستفيد من الدعم الذي تقدمه هذه الدور لروادها من دعم في المواد الدراسية النظامية، فضلا عن دروس القرآن والسنة. فدار القرآن تقوم بتكوين الأطفال وتعلمهم تربويا وسلوكيا وأخلاقيا وثقافيا، فإلى جانب الحلقات القرآنية وتعليم بعض المفاهيم الشرعية إضافة إلى هذا، فرواد دار القرآن يتلقون دروسا في الدعم والتقوية
في بعض المواد العلمية قد يكون بعضهم يتعثر فيها كالرياضيات والفيزياء، وكذلك دروس تقوية ودعم في اللغات. علي بدران مجرد غيض حالة من فيض حالات، فدور القرآن في المغرب كانت وراء تخرج عدد من الأئمة وخطباء المساجد، لعل أبرزهم عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.